يا صباح الخير، يا صباح التفاؤل والجمال على مشاهدين قناة الصحة والجمال. النهاردة هنقدم لكم برنامجنا، برنامج فضفضة البنات، حلقة جديدة خالص. بس قبل أي حاجة أحب أقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله سنة سعيدة وكلها تفاؤل وكلها فرح علينا كلنا. أحب أرحب بزميلاتي ندى، أهلا بيكي. يا تسنيم، أهلا بيكي. يا أهلا بيكي يا ياسمين، كل سنة وانتم طيبين. دلوقتي هنيجي نسأل سؤال. دلوقتي السنة اللي فاتت طبعا عدت بكورونا وحاجات كتير قوي، والسنة برضو دي يعني متفائلة بيها، ولا شايفة ايه من وجهة نظر الناس؟ كانت حابة تعمل ايه وحابة تعمل ايه السنة دي هي ما عملتوش السنة اللي فاتت اصلا؟ بالنسبة لي طبعا السنة اللي فاتت وبالنسبة للناس كلها اكيد كان فيها ضغوطات عشان كورونا، بس اكيد برضو كان زي ما كان فيها سلبيات اكيد كان فيها ايجابيات، لان كان السنه اللي فاتت مثلا كورونا ومش عارفه ايه، بس علمتنا حاجات كتير جدا، علمتنا الصبر، علمتنا ان احنا ازاي نتعود نقعد مع العيله، نقعد مع الاسره، علمتنا حاجات جديده كتير. زي ما كان فيها حاجات وحشه فيها كان حاجات حلوه كتير. تمام. طب والناس كانت حابه تعمل ايه وما عملتوش السنه اللي فاتت دي؟ حاجات أكيد كتير عدت بحاجات كتير مش كويسه. هو اول حاجه ما خليتناش عملنا حاجه اساسا، يعني هم كان عندهم طموح وما عملوهاش السنه اللي فاتت اصلا. ناس كتير عدت من شغلها، ناس كتير ما عرفتش تنزل من بيتها لاي حاجه اساسا تعملها، حاجات كتير، حالنا وقف كل حاجه. لا بس الحمد لله ان هي عدت. هي لسه ما عدتش، يا رب تعدي على خير. هي السنه اللي فاتت كان زي ما انا قلت كان فيها سلبيات بس كان فيها ايجابيات. يعني اديتك فرصه اللي هو عايز يذاكر حاجه يذاكرها، اللي صح. عايز يخطط لحاجه في مستقبله ويركز فيها عملها، اديته الفرصه ان هو يعمل ده، واديتنا صبر كمان. بالظبط، اديتك صبر. قعدنا في بيوتنا اكتر، قعدنا مع اهالينا، قربتك من ربنا اكتر. حاجه مهمه، ففي حاجات كتير. فزي ما قلنا يعني عدت بمرحله صعبه، متفائله بالسنه الجديده. طبعا متفائله بالسنه الجديده، لان اول تفاؤل فيها ان لقوا علاج لكورونا، فدي حاجه لوحدها تخليك ان انت تتفائلي فيها. طبعا، وان شاء الله السنه دي تكون خير. في تفاؤل، انتوا كده يعني في تفاؤل، يعني الى حد ما متفائلين، بس الازمه دي تعدي على خير، وان شاء الله اكيد الدنيا هترجع تظبط تاني، وهنرجع نعمل كل حاجه احنا ما عملناهاش السنه اللي فاتت، وهنبدا نعيش حياتنا على الاقل طبيعي، يعني شغلنا وفي كل حاجه بقى، كل حاجه. طب وانتي بقى يا تسنيم، متفائله بالسنه الجديده؟ هي السنه اللي فاتت عدت بحاجات كتير قوي، بحاجات كتير، كامراض وحاجات كتير قوي، والسنه الجديده انا اتمنى ان هي تكون بخير، تكون كويسه اصلا علينا كلنا. طبعا حابين نشكر دكتوره هاله وزيره الصحه على طبعا المجهودات اللي هي بتعملها، وكل الاطباء طبعا والناس دي كلها، عشان دي اكتر ناس فعلا تعبت الفتره اللي فاتت وبتتعب حاليا، فيعني ربنا معاهم. في اعداد كتير قوي ماتت، ف يعني لا خير ان شاء الله، يعني ان شاء الله اللقاح ده يقدر يغطي مصر كلها وما يبقاش فيه اي ازمات تاني ان شاء الله، يعني وتعدي على خير الازمه دي. لا هو ان شاء الله هتعدي على خير، وان شاء الله الموضوع زي ما قلنا يعني السنه دي ان شاء الله هتكون سنه خير علينا وكلنا متفائلين بيها. لان اول حاجه لقينا اللقاح بتاع كورونا، الناس بقت عندها التزام عن الاول بكتير. لا على فكره الناس بقى عندها لا مبالاه الفتره دي جامد جدا، الاعداد بتزيد جدا. احنا راس السنه المفروض اساسا ما كناش، يعني كان المفروض ان المكان كلها ما اتلغت. لا لا انت بتتكلمي في ايه؟ لا كان في حفلات شغاله، تجمعات في مولات وفي حاجات كده كتير جدا، وفي اعداد كتير قوي، اغلب الاماكن قفلت، في اعداد كتير قوي مصابه. لا في اماكن كتير جدا باساميها، بس من غير ما هنذكر اسامي طبعا، يعني بس في اماكن كتير كانت فاتحه. لا كان في احتفالات كتير جدا، أماكن بس وتاني يوم الاعداد كانت زايده جدا. وغير كده ياسمين في ناس كتير قوي مصابه، يعني في اعداد كبيره، ما هو كتير قوي. العيب مش ان في ناس مصابه او مش مصابه، العيب ان في ناس بتبقى مصابه اساسا وهي مش عارفه ان هي مصابه. ما هو لان ما بيأثرش فيها، في ناس بتجيلها كده زي برد خفيف وبيروح عادي، فبالتالي لما بتنزل او بتقابل حد ما بيبقاش باين عليها ده وخلاص. والامراض اللي زي كده لازم
طبعا عايزه زي تكون عندك تفاؤل هتروح. انا عن نفسي متفائله بسنه 2020 عشان الاهلي كسب فيها فانا اهلاويه جدا، فخلاص يعني انا من اول ما اهلي اخذ البطولات دي كلها خلاص انا نفسي متفائله. تكون سنة سعيده على الناس كلها لانها ختمت ختام حلو. هي ختم يعني. هي ختمت حلو. يعني الاهلي كسب فيها واللقاح برضو جه فيها في اخر السنه برضو. يعني في حاجات كتير حصلت فيها في الاخر. كانت ناويه تعملي ايه السنه دي؟ السنه دي والناس كمان يعني انت شايفه ايه من وجهه نظر الناس؟ ايه اللي عماله تتطور فيه وتعمله؟ الازمه بس تعدي اللي احنا فيها واعتقد هتفتح ابواب كتير لناس كتير جدا. لا ما هو عايزه اقول لك حاجه، احنا لو فضلنا كده هو هترجع فيه حظر والبلد هترجع تتقفل تاني. من وجهه نظرك ده لو احنا ما التزمناش شويه والاعداد بدات تقل والدنيا ظبطت؟ لو الحظر ده هيبقى في صالح الناس وفي صالحنا فانا مع الحظر. هو اكيد بيدي حظر لما بيلاقيش فيه التزام والاعداد يعني بتزيد. ما بصي الناس اصلا ما بتعملش ان هي مثلا لا في حظر او حظر بتنزل، ده الغلط ان هما حظر ولا حظر هما بينزلوا. في وقت الحظر كان في التزام، كان في لحد ما التزام كان في التزام لان مش اي حد كان ينفع يخرج غير لو ليه اسباب. ايوه لكن ما كانش في ان هو اي حد لا يخرج عادي مش عارفه ايه، لازم يبقى ليه اسباب ان هو يخرج بيها. لا ناس كتير التزمت، مش التزمت بس عشان خاطر حته الالتزام، لا التزمت عشان خوفا على نفسها وعلى اولادها وعلى اسرتها. لان يعني اي حد عنده ام هيخاف عليها لانها كبيره في السن، فهيخاف ان هو يعزيها هيجيب لها مرض زي دواء مثلا خطر عليها في سنها، فلازم يبقى كان في الالتزام. احنا عايزين نعرف الناس ان ان شاء الله السنه 2020 2021 ال 2020 عدت. انا عايزه اعرفهم ان 2020 عدت وان شاء الله يتفائلوا بالسنه الجديده 2021 وينسوا 2020 دي خالص. بصي مفيش سنه في حياتك تستدعي ان انت تنسيها، لان كل سنه فيها حلو وفيها وحش، فيها حاجات بتمر عليكي حلوه ووحشه. يعني كل حد في حياته حاجه، في اللي بيحب في السنه دي، في اللي بينفصل في السنه دي، في اللي بينجح في حياته في دراسته في السنه دي، ففي حاجات كتير حلوه بتعدي في السنه زي ما في حاجات وحشه. على فكره سنه 2020 ما كانتش وحشه زي ما انتم متخيلين قوي كده، هي ما كانش فيها حاجه وحشه غير هو بس الكورونا اللي حصل، وباء الكورونا ده اكتر من كده ما كانش فيه. وحصل عدد بس زي ما انا قلت لا لا بصي لا بصي 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 انا موضوع كورونا بالنسبه لي مش وحش. قربت الناس من اهلها، دي اول حاجه، خليتهم يهتموا باولادهم ويركزوا في مذاكرتهم ومعاهم ويبقوا ملتزمين بيهم وقاعدين جنبهم اكبر فتره. اللي بيسافر على طول بيسيب اولاده، لا ما بقاش في سفر، بقى ملتزم ان هو يقعد فيها، فبالتالي العيله اتلمت. خدت مننا ناس كتير برضه كتير جدا. زي ما اخدت زي ما ادت. بقى في ترابط عائلي. قربتك من دينك شويه بالنسبه لي ما كانتش وحشه، يعني قربتك شويه من الدين، قربتك من ربنا طبعاً. خليتك ان انت تلتزمي بحاجات كتير في حياتك، تعرفي ان الدنيا انت مش عايشاها كده وخلاص ان انت تعيشي حياتك، لا في ربنا ليه عليكي واجبات برضو ان انت تعمليها. لان بقى في حته الخوف شويه والرهبه، اكيد احنا كان عندنا خوف بس ده قربتنا اكتر، لاننا احنا ما بقناش عارفين يعني ممكن يحصل ايه بكره. فزي ما قلت فيها حاجات كتير حلوه، وبعدين يعني في لا في ايجابي. انا بالنسبه لي كانت لا سنه ما كانتش وحشه قد ما كان فيها حلو، وكل سنه بتعدي علينا ربنا بيجيبها لنا بيبقى اكيد ليها اسبابها اللي بتخليها علينا حلوه. يا عالم الكورونا دي كان ممكن يحصل بدلها ايه؟ كان ممكن يبقى اوحش من كده، واكيد احنا مرينا وده مش اول 2020 لا بالظبط ومش اول حاجه تمر علينا في البلد هنا كمان وحشه. يعني حاجه وحشه يعني. وبعدين بصوا للايجابيات، الدنيا الازمه بيخرجوا حي الاسمرات اللي اتعمل كان في 2020 انتهى وسلم لناس وقد ايه ناس فرحت بيه. في البلد حصلت الرئيس عبد الفتاح السيسي برضو عمل قد ايه حاجات وايجابيات في البلد السنه دي طبعا. كان في حاجات كتير عملها كويسه.
الطرق، الكباري، طرق مصر الصحراوي، مصر اسكندريه الصحراوي، وفر فرص عمل حاجات كتير قوي للشباب، فرص عمل للشباب كتير قوي ما كانتش لاقيه شغل اصلا، وفر لهم شغل بالظبط. فلا 2020 ايجابياتها لو احنا دورنا فيها هنلاقيها اكتر من السلبيات، بس 2021 هتبقى احسن من اللي قبلها. ما اكيد ده اللي احنا متوقعينه، وده اللي احنا اكيد متعشمين فيه في ربنا سبحانه وتعالى ان هو يجيب لنا السنه دي كلها خير وتفاؤل علينا. وكمان انت احنا عدينا قبل كده بالازمه، فبالنسبه لنا مش حاجه جديده، فبقينا اوريدي عارفين مصر بالذات نتعامل اساسا. لا يا احنا مصر بالذات عدت بازمات، احنا عدينا بازمات مش بازمه واحده، دي حقيقه. يعني احنا مر علينا حاجات كتير جدا، هو حروب وحاجات كتير، وكلها عدينا منها الحمد لله على خير. لا يعني وبعدين مصر كمان مذكوره في القران. بالظبط، انا لسه كنت هقول كده، شعب قوي برضه، مذكوره يعني، بيقول ادخلوها امنين، فمفيش اكتر من كده. وخير جنود الارض الجند المصري، فعندنا حاجات كتير جدا تخليكي ان انت تبقي متفائله ببلدك ان هي قويه وشعبها قوي، فمهما حصل إيه اي حاجه هتبقى كويس. السنه الجديده تحبي تقولي لهم ايه؟ انا بالنسبه لي هقول لهم تفائلوا خير، تفائلوا في ربنا خير قبل اي حاجه، اجتهدوا الحاجه اللي انتوا حابينها، اسعوا فيها. مره ما بتجيش تاني اصلا. لا الفرصه لو جت وانت ما خدتهاش ما تزعليش، لان ربنا ممكن لو انت ما عرفتيش، لو انت ما خدتهاش وما كانتش في صالحك في الوقت ده، ممكن ربنا يبعتها لك بطريقه احلى وتاخديها بطريقه احلى. بس لو انت عدتيها اول مره حاولي تستغليها تاني مره وتستغليها صح. ودايما الشاب لازم يسعى للحاجه اللي هو بيحبها، وده هينجحه فيها. مدام انا حابب كذا هوصل في ده. ناس كتير قوي ممكن تفشل، حتى لو قعدت وعانيت كتير وفشلت، بس في الاخر بوصل للحاجه اللي انا حاببها وبفهم فيها. وكمان يا ندى في ناس بتفشل كتير قوي وتقول لك لا انا خلاص كده ستوب لحد هنا، خلاص انا مش هكمل. لا ده يأس، ده لا يعني ما احنا كلنا بنقع كتير، بس طبيعي تقوم وتكمل تاني وتعافر. اسباب النجاح يعني انت بتنجحي، مش لازم مثلا تفشلي مره فانا لا انا ستوب لحد هنا. لا على فكره لو دورتي هتلاقي اكتر اللي نجحوا، لا هم فشلوا كتير جدا في حياتهم، وده فعلا يعني ده طبيعي. فطبيعي ان انا افشل واقوم واتعلم. هي الحياه. احنا عندنا مثال مثلا محمد صلاح، قالوا له انت اصلا مش تنفع لعيب كوره اصلا، يعني ده اكبر مثال ان هو لا يديكي ان انت قد ايه تصبري. مين يتوقع ان هو دلوقتي كان في منتخب انجليزي وناجح كتير، واشهر مثلا اشهر لاعب كوره برضه. لا انا بقول لك محمد صلاح. محمد رمضان طبعا فنان جميل، لا اللي هو برضه حد ابتدى من الصفر، مش نافع، لا مش هتمثل، وحاجات كتير. مفيش بني ادم مش خلقه ربنا سبحانه وتعالى ومش ناجح، اللي هو انت لما بتبقى كل بني ادم ربنا مخطط له حياته ازاي، وبياخد ال 24 قراد بتوعه على كامل على اكمل وجه. فدي حاجه طبيعيه، مفيش بني ادم مش هينجح لو هو حابب ده وحابب يوصل لده هينجح. بس مفيش حاجه بتيجي بسهوله، لازم تتعبي طبعا علشان تلاقي، يعني بعد تعبك ده بتلاقي طبعا حاجات كتير كويسه. وهتبقي مقدره جدا النعمه اللي انت فيها عشان انت وصلت لها بعد معاناه، مش هتبقى سهل ان انت ضيعاها من ايدك. بس ايه الحاجه اللي بتيجي من غير تعب هتروح برده بسرعه جدا، هتحسي بيها اساسا من غير ما تحسي بيها اصلا. لكن طول ما انت تعبانه في الحاجه بس طبيعي بتبقي خايفه عليها جدا. بس المهم الحاجه لما تيجي ازاي احنا نعرف نحافظ عليها، ازاي نعرف نحافظ على نفسنا زي ما احنا ما نخليهاش تغيرنا. يعني لو احنا نجحنا في الحاجه دي ما نخليش الحاجه دي تغيرنا، العكس تغيرنا للاحسن في معاملتنا مع الناس، في طريقتنا، لان زي ما بيقولوا يعني البني ادم هو اللي بيرفعك وهو اللي بينزلك. صح. فانت لازم تحافظ على نفسك زي ما انت ما تخليش الحاجه دي او النجاح ينسيك ان انت مثلا لا انت بدات من الصفر، انت حياتك كانت كده، فالحمد لله ان انت وصلت، فاقدر اساعد غيري اساعده لو اقدر اعمل على حد. بالظبط. يعني في ناس كده كتير اللي هو طب قول لي انت عملت ايه، بدات ازاي، فتلاقي لا انا مش حابب اقول. بس انت بالعكس هو مش يعني هو ده مش هيقلل منك او مش هياخد منك اساسا، يعني مش هياخد من نجاحك، لا بالعكس انت يعني بقيت سبب في نجاح شخص، فدي حاجه كويسه جدا يعني. لا وحب الناس ده كمان اللي بيوصلك لكل حاجه. بالظبط. الناس هي زي ما ياسمين قالت، الناس هي اللي ممكن ترفعك لفوق قوي وتنزلك. يعني التكبر ده وحش.
طب وايه رايكم في قرار الدراسه الاونلاين؟ هو قرار الدراسه الاونلاين هل وحش زي ما انا يعني في حاجات حلوه حاجات وحشه حاجات حلوه ان اغلب الطلاب هتلاقيهم ناجحين يعني لان لا الموضوع بقى سهل يعني انت في حاجات كتير هتعدي بس هو في ناس كتير لحد دلوقتي اصلا مش مستوعبه حوار الاونلاين ولا عارفه تتعامل معاه اساسا في ده فيه بس هقول لك بس هو موضوع الاونلاين صعب على ناس معينه سهل على ناس وصعب على ناس الناس اللي متعوده على الورقه والقلم لا لا مش موضوع الناس في ناس مش في استطاعتها ان هي يبقى معاها موبايل عشان تشوف موضوع الاونلاين وتخش او تعمل باكت نت او فده بالنسبه لهم لا كانت الدراسه احسن ان هم يروحوا المدرسه ده كمان يا ياسمين لصالح الناس ما هو لصالح الناس بس زي ما انا قلت حلو ووحش حلو الناس وفي نفس الوقت وحش لناس تانية في ناس مش في استطاعتها ان هي يبقى معاها موبايل مثلا تشوف عليه الدرس وتمتحن كمان او تمتحن من خلاله يعني في حلو على ناس ووحش على ناس كتير بس ان شاء الله يعني القرار هو في الاول وفي الاخر حلو في صالح الناس عشان بس في صالح الاطفال عشان هم مناعتهم بتبقى ضعيفه فهو حلو عشان كده لكن وحش عشان كده بس هو لا الفكره بقى اللي يحصل كده وتلاقي خمسه سته كده 10 متجمعين في بيت حد قاعدين بيذاكروا برده اللي هو طب ايه بقى عملنا لا إيه هو الوقايه بقى يخلي بالهم مثلا الناس كلها تخلي بالها بعد كده لا بس متلتزم هي الدروس برده بقت اغلبيتها دلوقتي اونلاين كتير جدا طيب اوكي طب هنطلع لفاصل وهنرجع لكم تاني.